صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأنه بعد تعثر في مفاوضات اليوم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررا لها. أكد رشوان عن بدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام 13 محتجزا إسرائيليا في غزة وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعة مصر الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.